لا كفاك الموز ولا جوز. سيري صبري يا فاطمة، سيري صبري يا
ولا بعد الزين خربط لي وقعد للشلوح لو شوف الطولاقي بالحمامة اسرح وتروح وشوف الطولاقي النخلة وجرد فيها بلوح ثم غادي لداركم ولا من غادي نروح لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولا تنسوا الضغط على زر الاعجاب للفيديو شارك المقطع مع اصدقائك تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. We'll be right back.
لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولا تنسوا الضغط على زر الاعجاب للفيديو. شارك المقطع مع اصدقائك تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وحنا كنتواجدوا دابا في الموسم الولي الصالح سيدي عمر بن الحسن. وبهذه المناسبه كنحيي كاع الجمهور اللي كيحبنا وكيسالوا علينا وغنحاول شويه ندوي على هاد الطرق اللي في الحقيقه الا ما كانش اللي غادي يتبعوا اللي غادي يبحث فيه ويزيد به قدام كنظن يقدر ينقرض يقدر ينضطر يقدر. وكنتمنى ما يكونش بكره لان حنا غنحاولوا ان شاء الله الرحمن بقوته باش نحاولوا باش نخليو شي تنساعد الجمهور. واش غادي نقول لكم حياتي كالفنان حياتي الفنيه بديتها طبيعي كاي فنان كيبدا في الحفلات السهرات كيبدا من العائله كيبدا يطور شويه الحفلات وفكرت بان هذا اللون ديال ولاد الحريز ما تجددش. قلت انا اش غادي ندير نحاول نطور ونخليه هو الاغنيه ديالو هذاك الطريقه ديالو غير ندخل الات موسيقيين حديثين مثل الباتري مثل الورغ لي باس والبنادر العصريين حيت كنا كنشوفو لوطار وبندير وطيريجه وحاولت باش ندير هذه الفكره وهناك استحسان ديال الناس وحبها الجمهور وبها باش تعرفت سميتي انا كغزل الحريزي بها باش تعرفت والحمد لله. وحاولت باش نجدد الاغاني القدام ديال التراث ديالنا للناس اللي اهرام في هذا الشيء اللي دوزوا واحد في الحقيقه ما خذوش حقهم بالنسبه لعلي وعلي والحطاب الله يرحمهم والسي بجلالي الله يرحمه والعبوشي الله يرحمه هادو خذوا واحد المشعل اللي دوزوا به تقريبا من الستينات حتى لدابا و شوف طي النسيان وتا واحد ما كيتفكرهم وتا واحد ما كيجبدهم وتا واحد ما ديو وكنحاولوا باش نجددوا هذاك الشيء ديالهم بالطريقه العصريه باش يسمعها هذا الجيل الجاي ما يخليوش ينسى الناس اللي مسؤولين باش يردوا اعتبار لهذا اللون الشعبي اللي عطى الكثير في الاغنيه الشعبيه ماشي غير بهذا اللون ديال ولاد الحريز ولكن عطى الكثير للاغنيه الشعبيه على الصعيد الوطني لان كاينين ناس فنانه كبار خذوا من عند علي وعلي وحطاب
ومساكن هاد الناس ما خداوش حقهم، وحنا كنحاولوا ان شاء الله باش هاد اللون ما يتنساش ونحاولوا نجددوا فيه، وان شاء الله يكون الخير ان شاء الله. شي جديد بالنسبه ل ونكتب عليكم، انا ما لقيتش لا دعم لا تشجيع من الناس اللي كيسهروا على السهرات وعلى المهرجانات وعلى في الاذاعه، ولا في ما لقيتش شي يد اللي دفعنا لقدام تزيد معنا، ودرت كل ما في جهدي، ولقيت راسي كنضرب بوحدي، وما قدرتش باش نواكب تقريبا بوحدي. كون كان معك الدعم وكان معك اللي يعاونوك واللي تشجيع والانتاج اللي غادي ينتج لك الاغاني ديالك، دابا تبقى هذا السيرتو في الفقره الاخرى، ولا الفنان كيسهر على راسو، الا بغى شي يصوب شي باندا ولا يصوب شي عمل ولا شي شريط، خصو ينتجو راسو ويصرف عليه راسو، وما كاينش وسائل اللي غادي ينشروها ليه واللي غادي يوزعوها وداك الشيء، وهذا فيه شويه فيه واحد الصعوبه هذا ما كان. وده كيهزني الحال عليه، وكيهزني كتهزني الغيره، لان كنشوف الوان ديال تقريبا المغرب كامل، الالوان كدوز في الاذاعه، اللون ديال الحساني، اللون الغربي، اللون الشمالي، الرقاده، الوجاده، الطقطقه الجبليه، كل شيء الالوان كيدوزوا، الا اللون ديال المنطقه ديال ولاد حريز اللي عطى واحد كثير، عطى بزاف الاغنيه الشعبيه، اغلبيه النجوم اللي غناو الاغنيه الشعبيه مغنيينها ديال ولاد حريز، وهاد المنطقة ما خداتش حقها لا في الإذاعة لا في هادي، وشي كنتأسفو ليه بزاف. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب للفيديو، شارك المقطع مع أصدقائك تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.